معرض أبو ظبي الدولي للكتاب واحداً من أبرز الأحداث التي ينتظرها المجتمع الثقافي وصناع النشر في العالم، ويتجلى ذلك عبر الإقبال الكبير والمشاركة الغنية والواسعة في دوراته المختلفة، فهو أحد أبرز المنابر الثقافية في العالم والذي يقام سنوياً في قلب العاصمة الإماراتية أبو ظبي. يعد المعرض منصة حضارية تجمع بين الثقافات المختلفة بهدف تعزيز حب القراءة ونشر الثقافة والمعرفة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتعزيز التبادل الثقافي والحوار بين الشعوب. يجمع المعرض سنوياً أقطاب صناعة النشر والصناعات الإبداعية، ويوفر فرصاً واعدة للمنتمين لهذا القطاع لعقد شراكات جديدة والاطلاع على أحدث اتجاهات وتطورات هذه الصناعة الواعدة ومناقشة أولوياتها الأساسية. سينطلق المعرض في دورته الحالية التي ستقام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في الفترة من 29 من أبريل الجاري ولغاية 5 من مايو المقبل، بمشاركة 145 عارضاً ودار نشر جديدة تشارك للمرة الأولى في المعرض، فضلاً عن مشاركة 12 دولة للمرة الأولى منها اليونان وسريلانكا وماليزيا وباكستان وقبرص. ويمثل معرض أبو ظبي الدولي للكتاب رحلة استثنائية لاكتشاف ثقافات العالم وتجربة غنية بالمعرفة والإبداع لجميع أفراد العائلة، تعزز من مكانة أبو ظبي كمركز ثقافي عالمي، إضافة لكونه منصة فريدة وواعدة للعارضين الذين يتطلعون إلى عرض أعمالهم وترويج هويتهم التجارية والاطلاع على التجارب الجديدة في قطاع صناعة النشر والصناعات الإبداعية.